اهلا، ازيكم يا صحابي؟ انا النهاردة معايا شخصين اتنين المفروض ما بينهم منافسة، والاتنين انا طالبة منهم ان هما يعملوا عمل فني. الاتنين بيحاولوا يعملوا، لكن بصوا المنظر، كل واحد منهم رسم التاني وعمال يضحك عليه بطريقة غريبة. وانا جالي مكالمة وكنت مشغولة شوية في الوقت ده. جه صاحبي وحاول ان هما يساعدهم هما الاتنين. هما استغربوا جدا، هما كانوا مفكرين ان المنافسة ما بينهم يعني كل واحد يرسم التاني ويتريق على التاني، لكن انا صاحبي علمهم حاجة مهمة جدا، علمهم ان هو يقدر يساعدهم ويقدر بالمساعدة دي ان هو يوصلهم لحاجة حلوة جدا. بصوا المنظر، رسموا بصورة حلوة جدا، وكمان جه على صاحبه التاني وعمل نفس الحكاية ورسموا برضو صورة حلوة جدا. قد ايه صاحبي ما كانش ملتزم ان هو يعمل لهم كده ولا يساعدهم، بس علشان هو حابب يعلمهم ان هم لازم يساعدوا بعض ويطلعوا احلى نتيجة. وانا طبعا فكرتهم هم اللي عملوا كده، فسقفت لهم وشكرتهم. ودلوقتي بقى يا صحابي، انا عاوز اقول لكم ان انا معايا 8 منافسين اقوية جدا. صحيح احنا ما بنتنافس يعني ما بيننا حاجات وحشة يعني وكده، لا 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 لا، احنا ما بيننا محبة وحب جميل جدا، مركزه هو بابا يسوع، لان احنا في الاول والاخر احنا اخوات وصحاب، بناخد معلومات وبنلعب مع بعض وبنسلي نفسنا، واللي هيكسب انا متأكدة ان احنا هنبارك له. يلا نسمع التمانية هيقولوا البعض ايه بمحبة. انتظروني مع منافسة قوية جدا، مع منافسين اقوياء، اوعوا تنسوا انتظروني. ازيكم يا اصحاب؟ احنا طبعا عارفين بعض كويس وحفظنا بعض، وانا احب اقول لكم ان المباراة النهائية هتكون قوية جدا جدا جدا، واحب اقول لكم ان انتوا لازم تذاكروا كويس لان انا اللي هكسب في المباراة، واحب اوجه الرسالة دي كمان للارد. يا اصحابي ذاكروا كويس عشان انا هكسب في المباراة، واحب اوجه الكلام ده كمان لستيف. يا ستيف ذاكروا كويس عشان انا هكسب في المباراة. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ انا جاي اوجه رسالة للسبع المنافسين بتوعي، اقول لهم فيها ان احنا بنفهم حاجات وقصص في حياة السيد المسيح وهو على الارض، وانا انا بحفظ الحاجات دي ليه؟ علشان لما اكبر واكبر في السن يبقى عارف وحافظ اللي انا كنت مشترك معاكم وكنت مشترك في الكتابية وكنت بحفظ فيه، فانا مش هزعل من حد، ويا ريت ما حدش يزعل مني لو انا كسبت من حد. مين يا نشأ؟ وبوجه رساله للسبع لاعبين اللي بيواجهوني في النهائي، وبقول لهم ذاكروا زي ما انا بذاكر، وخليكم واثقين في الوعد اللي انتوا وعدتوه لمس مادونا، وخليكم على قد وعدكم، وزي ما مس مادونا قالت لازم نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، زي ما واحد فشل مره ينجح مرتين وتلات، افضل واصل على الهدف اللي انت عايزه وهتنجح. ازيكم يا صحابي؟ انا طبعا فرينا وكلكم عارفيني. حابة النهاردة اوجه رسالة للسبع منافسين، احنا مواجهتنا هتكون نهائية واصعب كمان، بس انا اوعدكم انكم مش هتشوفوا فرينا الطبيعية، لا انتوا هتشوفوا فرينا جديدة تانية خالص. باي باي، استنوني. كل اصحابي وكل منافسيني ان هم يخافوا مني جدا علشان انا مذاكره كويس جدا، وعشان كمان انا هكسب يعني هكسب. اما بقى بالنسبه لجمانه جمال، بتوجه لكم رساله وبتقول لكم عاوزاكوا تذاكروا كويس جدا جدا، لان انا عن نفسي مذاكرة جدا ومش ناوية اتنازل عن المنافسة. اعملوا بقى اللي عليكم وانا كمان بعمل اللي عليا. باي باي. وفي النهاية يا صحابي، بعد ما سمعنا التمانية وهم بيوجهوا رسالة لبعض بكل محبة وحب، انا كمان يا صحابي، انا وكوكاكولا عاوز اقول لكم ان احنا في الاول والاخر احنا صحاب واخوات، ومهما حصل احنا برضو هنبارك للي هيكسب وهنقول له الف مبروك. واحنا كمان كسبنا معلومات، وكسبنا ان احنا عرفنا اصدقاء جداد واصحاب جداد، وكسبنا ان احنا في الوقت الصغير
اللي ما كانش فيه كنيسة عرفنا أهمية الكنيسة كويس قوي، صح؟ أنا بحبكم قد الدنيا. باي باي يا حبايبي، وتكونوا دايما في حضن الكنيسة.